السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نشتغل مع بعض اسهل مفرش ممكن تعمليه في حياتك. مفرش مفيش اسهل من كده. انا هشتغل المفرش عبارة عن مستطيل جراني، هشتغله بخيط استوكات ديفا. ده روما، روما ده يعني استوكات، تمام؟ وهشتغل البكرة دي باقية معايا من شغل انا عملته، فانا قلت هعمل ايه؟ ده هي بكرة واحدة هعمل بيها ايه، فقلت هعمل بيها مفرش احطه على الترابيزة ايا كان بقى ايه، هيبقى شكله ظريف كده. يعني الجنجو دايما ما بيلقش في اي حاجه، يعني مش اي حاجه تعرفي توظفي بيها خيط الجنجو. هنسمي بالله ونشوف مع بعض احنا هنعمل ايه علشان نطلع الحسبه بتاعتنا. هي فيها حسبه؟ اه سهله خالص، ما فيهاش اي حاجه. قبل ما نبدا، بس لو مش عامله ايه اشتراك في القناه يا ريت تشتركي، وما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو. دلوقتي المفرش ده انا هعمله كام في كام؟ ماشي، ايا كان عايزه تعمليه كام في كام، حددي الاول المقاس، تمام؟ مثلا لو انا هعمله 70 في 40، ماشي، يعني مثلا طوله 70 سنتي وعرضه 40. طيب انا عايزه بعد كده، يعني لان انا الشغل بدايته بيبقى من داخل المستطيل مش من الخارج، تمام؟ فلازم احدد من البدايه العدد السلاسل اللي هشتغلها ازاي. فانا بقول ولنفرض اننا هنشتغل المفرش 70 في 40، هنعمل ايه؟ هنطرح ال 40 من ال 70، هنخلي الفي دي طرح. ال 40 من ال 70 يساوي كام؟ يساوي 30. يبقى انا سلسله البدايه بتاعتي هتبقى 30 سنتي. مثلا لو هعمله 90 في 50 مثلا، هعمل ايه؟ نفس الموضوع، اي رقم انت عاوزاه. لو المفرش هيبقى 90 طول في 50 عرض، هنعمل ايه؟ هنطرح 50 من 90 يساوي 40، يبقى البدايه هتبقى 40 سنتي مش 40 سلسله. يعني ايه 40 سنتي؟ يعني هفضل اشتغل عدد سلاسل وبعدين اقيسها بالمزوره. هنشوف مع بعض ازاي هنعمل عدد سلاسل. زي ما قلنا ايا كان عدد السلاسل مش فارق خالص العدد، هتعملي عدد السلاسل الفيصل اللي القياس بالمزوره. نسيت اقول لكم ان انا بشتغل بخيط استوكات ديفا، يعني خيط زي الديفا بالظبط بابره 2.75. تقدري انت تشتغلي ب2.5 وتقدري تشتغلي ب3. نعمل عدد السلاسل. تعملي عدد السلاسل ايا كان عدد السلاسل، تمام، وتقيسيه بالمزوره. بعد ما بتستقري على عدد السلاسل بتاعك بتعملي ايه؟ طبعا دي جزء توضيحي، يعني انا بعمل عدد السلاسل هنا بعمل اي حاجه عشان ده جزء توضيحي. بعد ما بعمل عدد السلاسل بتاعتي هعمل ايه؟ هشتغل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. الخمسة دول ثابتين معايا في اي عدد هيطلع لي. يعني طلع لي هنا سلاسل، طلع لي طولها 20 سنتي، 30 سنتي، 10 سنتي، 5 سنتي، ايا كان عدد السلاسل اللي هيطلع لي، تمام، هشتغل عليها 5 سلاسل ارتفاع. هدخل في السلسلة السادسة من الابرة واعمل فيها 3 غرز عمود بلف، تلات عمود في الغرزة السادسة. ادي 1 2 3، وبعدين بسيب غرزتين تحت. بعد ما عملت هنا التلاتة هسيب غرزتين تحت وادخل في السلسلة التالتة واعمل فيها 3 عمود بلف، 2 3، وبعدين هسيب 2 برضو وفي التالتة هشتغل فيها 3. هفضل شغالة كده لغاية نهاية السلاسل بتاعتي. هسيب سلسلتين وعلى طول بدخل في التالتة، هسيب 2 اهم وفي التالتة بدخل اعمل 3 عمود بلفة. هخلص السلاسل بتاعتي هشتغل عليها كلها بنفس الطريقة وارجع لكم تاني. هسيب سلسلتين وفي التالتة ادخل اعمل فيها 3 عمود بلفة. بعد ما خلصت اهو يا بنات، ماشي، اخر جزء في السلسله هنسيب غرزتين وفي الثالثه هدخل اعمل عمود واحد فقط، عمود واحد فقط. طب فرضي فاض معانا سلاسل تاني، او فاض مثلا سلسله او كده، خلاص سيبيها ما تشتغليش فيها، سيبيها هنفكها في. خلاص خلصت كده، هندخل في الفراغ ده. الفراغ ده هدخل كده، بصوا كده انا معايا فراغ اللي هو العمود، هدخل فيه على طول، ماشي، واشتغل سلسلتين عشان يبقى كده معايا كانهم 3 سلاسل، وادخل جوه الفراغ تاني اعمل عمودين، تمام، عمودين. يبقى انا كده عملت
السلاسل والعمودين كأنهم ثلاث أعمدة، وبعدين أعمل سلسلتين وأدخل تاني في قلب الفراغ أشتغل ثلاث أعمدة، اتنين تلاتة، وبعدين سلسلتين، وفي نفس الفراغ برضو تاني هشتغل ثلاث أعمدة. كده أنا اشتغلت في الفراغ ده كام عمود؟ 9 أعمدة بين كل 3 أعمدة في سلسلتين. يعني اشتغلت الأول 3 أعمدة سلسلتين، 3 أعمدة سلسلتين، 3 أعمدة، شكلهم أهم. هنتقل بقى إن أنا اشتغل على الجهة الأخرى، الجهة المقابلة. أنا عندي هنا 3 أعمدة اللي كانوا طالعين من السلسلة، مش هشتغل فوقهم، هشتغل الفراغ في شغلي كله هيبقى في الفراغات اللي بين التلاتات، ادي تلاتة وادي تلاتة، هشتغل انا في الفراغ اللي بينهم على طول من غير سلاسل ومن غير حاجة، هشتغل 3 أعمدة، 2 3. بعد كده في كل فراغ هيقابلني اهو الفراغ اللي بعديه بعد ال3 أعمدة، بسيبهم الفراغ، قلت لكم شغلي كله في الفراغات، هشتغل في الفراغ كام عمود؟ 3 أعمدة. الفراغ اللي بعديه على طول برضو 3 أعمدة. هفضل شغالة كده في كل فراغ هيقابلني 3 أعمدة، في كل فراغ هيقابلني 3 أعمدة لغاية ما أوصل لنهاية السطر، هخلصهم وارجع لكم. وصلت لنهاية السطر أهو يا بنات، بقى معايا هنا أول 5 سلاسل أنا عملتهم، هدخل على طول في الفراغ بتاع ال5 سلاسل دول واعمل فيهم 3 أعمدة سلسلتين، برضو 3 أعمدة تاني في نفس الفراغ، سلسلتين كمان 3 أعمدة، هيبقى زي الناحية التانية، عملنا 9 أعمدة بين كل 3 أعمدة سلسلتين. تمام كده، نوريها لكم زي ما عملنا في الجهة الناحية التانية اهي، عملنا دي اهي 3 أعمدة سلسلتين، 3 أعمدة سلسلتين، 3 أعمدة. تمام كده. بعد كده بشتغل فين؟ بسيب ال3 أعمدة دول، بشتغل برضو في الفراغات، الفراغات اللي بين ال3 أعمدة، هشتغل في الفراغ 3 أعمدة، في كل فراغ هشتغل فيه 3 أعمدة في كل الفراغات لغاية ما أوصل لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر خلاص، هنا أهو يا بنات هنقفل بمنزلقة في أول عمود، مش في سلاسل الارتفاع، لا في أول عمود أنا عملته أهو. هنتقل بمنزلقة، عايزة أبقى في الفراغ، شغلي كله في الفراغات ماشي. انا في الفراغ اللي هنا في الزاوية، انا عندي الزاوية دي وزاوية دي، عندي فراغين اهم، هنا هيبقى في تزايدات وهنا تزايدات، كل التزايدات بتاعتي اللي في المستطيل هتبقى في الجزئين دول وفي الجزئين المقابلين ليهم الناحية التانية بس ماشي. فانا في الفراغ ده هعمل ايه؟ هعمل 3 سلاسل، ادي 1 2 3، وادخل تاني اعمل عمودين عشان يبقوا كده كام؟ يبقوا 3 أعمدة سلسلتين، وفي نفس الفراغ هعمل كمان 3 أعمدة، يبقى دي كده عندي التزايد بتاع الزاوية بتاعي، صدفة مكونة من 3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة. هروح على طول على الفراغ اللي بعديه، وده برضو فراغ الزاوية التانية، هشتغل فيها نفس الموضوع، 3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة، 3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة في نفس المكان، 2 3، وادي شكلها زاويتين اهم اتولد او اتكون ما بينهم فراغ، الفراغ ده هشتغل فيه في الدور الجديد 3 أعمدة بس، كل مرة هتبص تلاقي الفراغ ده بيزيد، يعني مرة فراغ بعد كده فراغين بعد كده 3 وهكذا، الزيادة بتيجي من الجزء ده والجزء المقابل ليه الناحية التانية. بعد كده هشتغل في كل فراغ بقى هيقابلني 3 أعمدة فقط لغاية ما اوصل للزاوية اللي في الجهة التانية، في كل فراغ هشتغل في كل الفراغات دي بين كل 3 و3، شغلي بين ال3 أعمدة هنا لغاية ما اوصل لهنا وارجع لكم تاني. وصلت هنا اهو،
للزاوية اللي في الجهة المقابلة معايا هنا زاويتين فراغين، ادي فراغ وادي التاني، نركز كويس اهو. في اول فراغ هنشتغل ايه؟ 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة زي المرة اللي فاتت. 3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة في نفس الفراغ عشان اكون الصدفة بتاعت الزاوية دي بتاعت الجهة دي. الفراغ اللي بعديه على طول برضو هشتغل فيها سلسلتين 3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة في نفس الفراغ، وكده اتكونت معايا الزاوية التانية للجهة دي. قلنا في كل زاوية في كل جنب ده اهو، الجنب ده زاويتين والجنب ده هم زاويتين او صدفتين او ركنين او اي زي ما تسموه. تمام، بعد كده بشتغل في كل فراغ هيقابلني 3 أعمدة، في كل فراغ هيقابلني اهو هشتغل فيه 3 أعمدة، مبشتغلش سلاسل ولا فواصل بينهم ولا اي حاجة، هشتغل في كل فراغ هيقابلني 3 أعمدة لغاية ما اوصل لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر اهو يا بنات، بنقفل بمنزلقة في اول عمود احنا عملناه، وبمشي على العمود اللي بعدي بمنزلقة عشان اروح فين؟ اروح للفراغ بتاع الصدفة. بدخل في الفراغ اهو وعمل 3 سلاسل عمودين عشان يبقوا دول 3 أعمدة سلسلتين، وفي الفراغ نفسه بشتغل كمان 3 أعمدة. ليه؟ لان دي غرزة الزاوية او الصدفة بتاعت التزايدات. تمام، الجنب ده اهو في فراغ هيقابلني قبل الصدفة التانية، ده اللي قلتلكوا عليه في الاول. هنشتغل فيه في الفراغ ده بقى خلاص ايه؟ 3 أعمدة بس، 3. تمام، هيقابلنا بقى فراغ الزاوية او الصدفة. لو بتتلخبطوا ممكن تعلموا الصدفات رغم ان هي مش مستاهلة خالص، يعني مش مستاهلة تعلمي. هنشتغل في قلب الصدفة ايه؟ 3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة، 3 أعمدة سلسلتين، وفي نفس الفراغ 3 أعمدة. تمام، بعد كده في كل فراغ هيقابلنا بعد كده هنشتغل فيه 3 أعمدة بس لغاية ما بنوصل للزاوية اللي في الجهة التانية. بصوا، بعد كده في كل فراغ هنشتغل 3 أعمدة. طيب فاكرين لما قلتلكوا هنا كانت الاول اتكونت فتحة واحدة او فراغ واحد، دلوقتي هم بقوا فراغين. يعني بعد كده وانا بلف الجزء اللي بعده هشتغل هنا 3 وهنا 3، السطر اللي بعديه هيبقى بدل الفراغين 3، واللي بعديه هيبقى 4، وهكذا. الجزء ده هتلاقوه بيكبر. هشتغل بعد كده في كل فراغ هيقابلني 3 لغاية ما هوصل للزاوية اللي هنا. هشتغل هنا صدفة مكونة من 3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة، وفي الفراغ هنا هشتغل 3 أعمدة، واروح على الصدفة التانية واشتغل 3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة، وهكذا لغاية نهاية الدور، وبقفل بمنزلقة وهكذا لغاية ما المفرش بتاعي يكبر. وادي الشكل بعد ما كبر معانا شوية، شايفين اهو الجنب. بصوا بقى عندنا، بصوا فراغات قد ايه من الصدفة للصدفة، بتزيد من الناحية دي وبيزيد من الناحية دي الزيادة بتاعتي اهو شكله. بعد ما بتخلصيه بقى بيبقى شكله حلو قوي. تقدري تعملي بقى من المفرش ده او بالطريقة دي، تقدري تعملي مفرش للترابيزة، تقدري تعملي مفرش سرير، بس بتحددي الاول المقاس اللي انت عاوزاه. اهم حاجة تحددي المقاس وتعمليه بالحسبة بالورقة او بالقلم زي ما بدأنا. بعد كده تبتدي وتفضلي بقى شغالة رايح جاي رايح جاي لغاية مقاس المفرش ما يكبر معاكي براحتك خالص. ما بياخدش وقت وسهل جدا وشكله ظريف خالص في النهاية. وشكل الجنجا في مع الجراني بيبقى شكله حلو قوي، وفي المفرش شايفين بيبقى ترتيبه ورصته كده، رصة الخيط شكله ظريف. لو في اي سؤال سيبهولي في الكومنتات وهرد عليه ان شاء الله بامر الله. واشوفكم على خير، وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو.